السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة طلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. معكم النهاردة عشان نراجع مع بعض الوحدة الأولى في منهج العلوم للصف الثالث الإعدادي. طبعا الوحدة الأولى اللي عنوانها القوى الحركة كان أول درس اسمه الحركة في اتجاه واحد. هنحل مع بعض أسئلة كتاب المدرسة. فإحنا عندنا أول سؤال بيقول السرعة المنتظمة، أنت عارف طبعا السرعة المنتظمة هي السرعة اللي بيتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طالما مسافات متساوية وأزمنة متساوية يبقى دي سرعة منتظمة. أما السرعة المتوسطة ناتج قسمة المسافة الكلية اللي بيقطعها الجسم ونقسمها على الزمن الكلي. أنا لما أحب أحسب السرعة المتوسطة في أي جسم بجيب المسافة كلها وأقسمها على الزمن كله، دي السرعة المتوسطة. السؤال الثاني بيقول لك أكتب الكلمة المناسبة، يعني أكمل. طبعا حاصل ضرب السرعة في الزمن لما بص على القانون عين بتساوي فيها على زين، ده القانون اللي أنت عارفه. طيب حاصل ضرب السرعة في الزمن تبقى المسافة اللي هي فيها. ب تعرف المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن بالسرعة. من وحدات قياس السرعة عندنا أهم وحدتين، متر لكل ثانية وكيلومتر لكل ساعة. إمتى تكون متر لكل ثانية؟ لو كانت المسافة بالمتر والزمن بالثانية. إمتى تكون كيلومتر لكل ساعة؟ لو كانت المسافة بالكيلومتر والزمن بالساعة. وادي أكمل لسه قايلينها فوق، ناتج قسمة المسافة الكلية اللي بيقطعها الجسم ونقسمها على الزمن الكلي، لسه قايلينها فوق أهي، السرعة المتوسطة. بعد كده سؤال من الأسئلة المشهورة جدا في الامتحانات، أكتب المصطلح العلمي المسافة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن. طبعا ده تعريف السرعة. جسم متحرك يقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية، لسه قايلينها فوق حالا، طالما متساوية متساوية تبقى السرعة المنتظمة. وادي التعريف بيتكرر يمكن للمرة الثالثة، المسافة الكلية التي يقطعها الجسم لما اقسمها على الزمن الكلي، ده تعريف السرعة المتوسطة. في تعريف بقى من تعريفات السرعة اسمه مقدار سرعة جسم يتحرك بالنسبة لمراقب ثابت او متحرك، عشان بالنسبة اقول عليه سرعة نسبية. في بقى سؤال بيقول لك ما المقصود، زي ما معنى قولنا ان كده السرعة المتوسطة لسيارة بتساوي 70 كيلومتر لكل ساعة، يعني بالبلدي كده العربية اللي بتقطع مسافة قدرها 70 كيلومتر خلال واحد ساعة، أي أن المسافة الكلية اللي بتقطعها السيارة خلال ساعة واحدة 70 كيلومتر. سيارة تتحرك بسرعة منتظمة، أي أن السيارة تتحرك بسرعة ثابتة، يعني السرعة ما بتتغيرش، بحيث تقطع 80 كيلومتر كل واحد ساعة، يبقى كل ساعة 80 كيلومتر، كل ساعة 80 كيلومتر. هنا سيارة متحركة قطعت 100 كيلومتر في ساعتين، يبقى سرعتها هقول عين بتساوي فيها على زين، 100 على الاثنين تطلع معايا ب 50 كيلومتر كل ساعة، فهقول هنا أي أن السيارة تتحرك بسرعة مقدارها 50 كيلومتر كل ساعة. بعد كده جسم يتحرك في خط مستقيم، يبقى هنا سرعة منتظمة، وقطع 20 متر في الثانية، أقول أي أن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة مقدارها 20 على الواحد تبقى 20 متر لكل ثانية. نيجي بعد كده لسؤال مهم جدا من أسئلة الامتحانات، مسألة تقول لك قطع متسابق 300 متر خلال دقيقة، وبعد كده 420 متر في الدقيقة الثانية، قال لك احسب لي السرعة المتوسطة في الدقيقة الأولى. أنت عندك قانون السرعة المتوسطة عين بتساوي فيها على زين، فهي فيها عندي في الدقيقة الأولى ب 300، طب والزمن دقيقة، 300 على الواحد تطلع 300 متر لكل دقيقة. ليه أنا كتبت متر لكل دقيقة؟ لأن أنا اشتغلت المسافة بالمتر والزمن بالدقايق. واحد تاني قال لي يا مستر في حل تاني، أنا ممكن أقول عين بتساوي فيها على زين، تمام؟ في ب 300، قال لي ممكن بدل ما أكتب دقيقة واحدة أحول الدقيقة لثواني تبقى 60 ثانية، أقول له مفيش مشكلة، فتبقى 300 على 60 فيها 5 متر لكل ثانية، يبقى ده حل وده حل آخر والاثنين صح. نفس الكلام في الدقيقة الثانية، برضه عين فيها على زين. المسافة هنا 420 على الواحد، هنا قالك في الدقيقة الثانية يبقى 420 على الواحد فيها 420 متر لكل دقيقة. قلت متر لكل دقيقة عشان المسافة بالمتر والزمن بالدقيقة. حل آخر ينفع عين فيها على زين، قلت 420 على 60 حولت هنا الدقيقة لثواني، 420 على 60 فيها 7 متر لكل ثانية. قال لي بقى احسب لي السرعة المتوسطة خلال دقيقتين مع بعض، مفيش مشكلة، عين فيها على زين تبقى فيه 1 زائد فيه 2، 300 زائد 420 على زين 1 زائد زين 2 يعني دقيقتين، 720 على 2 تطلع 360 متر لكل دقيقة. واحد تاني قال لي يا مستر أنا ممكن أحول الدقيقة لثواني هنا في الحل الآخر، عادي ما فيهاش مشكلة، 300 زائد 420 على 60 زائد 60 تطلع معايا النتيجة 6 متر لكل ثانية. يبقى ممكن أشتغل هنا بالمتر لكل دقيقة، واحد تاني اشتغل بالمتر لكل ثانية، الاثنين حلهم صح ما فيهوش حاجة. نخش على الدرس التاني، الدرس التاني برضه أسئلة كتاب المدرسة، بيقول لك العجلة. العجلة ايه هي العجلة؟ معنى كلمة عجلة بالبلدي كده يعني تغيير سرعة، يعني جسم ماشي بعجلة مش معناه ان هو راكب عجلة دراجة، لا ماشي معناها ان هو ماشي سرعته بتتغير. فتعريف العجلة، العجلة هي التغير في السرعة في وحدة الزمن. امتى تبقى عجلة منتظمة؟
تبقى عجله منتظمه اذا تغيرت السرعه بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. بمعنى ايه؟ يعني وهو ماشي بقت 20 متر في الثانيه الاولى، بقت 40 متر في الثانيه الثانيه، بقت 60، بقت 80، هنا السرعه بتتغير بمقادير متساويه. اي العلاقات البيانيه التي تمثل حركه جسم بسرعه ثابته، يعني سرعه منتظمه ثابته، هي منتظمه. احنا عندنا السرعه المنتظمه لها شكلين، يا اما من خلال العلاقه زين وف خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل، وفي شكل تاني برضو بس يكون من علاقه زين وعين خط مستقيم افقي يوازي محور الزمن. يعني لو هنا عين برضو هي يبقى، لكن احنا عندنا هنا دي زين وف، ده جسم ساكن مالناش دعوه بيه، يبقى الاختيار هيكون ده. يبقى زين وف بالمنظر ده جسم ساكن، طلعوا بره الموضوع، زين وف بالمنظر ده خط منحني، تبقى سرعه غير منتظمه. اما زين وف خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل، بقول عليه سرعه منتظمه. اذا تحرك جسم من السكون، سكون يعني عين واحد بصفر، حتى بلغت سرعته 10 متر كل ثانيه، اذا دي عين واحد ودي عين اثنين وادي زين. قال لك كل التغير في سرعه الجسم خلال ثانيتين، يعني بعد ثانيتين سرعته وصلت كام؟ 10. قال لك احسب لي العجله بقى، قانون العجله ج بتساوي عين اثنين ناقص عين واحد على زين. طيب عين اثنين ب 10 وعين واحد البدايه صفر، يبقى 10 ناقص صفر على اثنين تطلع معايا ب 5 متر لكل ثانيه. الجدول اللي قدامي ده فيه مسافه وزمن. قال لك بقى تعالى، هو الجدول ده بيوصف ايه؟ انت ناصح، طالما لقيت مسافه وزمن يبقى اللي ناقص عين السرعه، تمام؟ يبقى انا هنا اختار الاختيار الثالث اللي هو سرعه منتظمه. نيجي بقى على الدرس الثالث. اول حاجه فيه بيقول لك عرف الكميه الفيزيائيه المتجهه، وفي الكميه الفيزيائيه القياسيه. احنا عندنا الكميات الفيزيائيه نوعين، متجهه وقياسيه. الفرق ما بين الاثنين، الكميه المتجهه لازم اعرف المقدار ووحده القياس والاتجاه، يعني في المتجهه لازم احط اتجاه، اما القياسيه مش لازم احط اتجاه. طبعا لو تفتكر من الكميات الفيزيائيه المتجهه زي الازاحه، اما القياسيه زي مثلا المسافه. ايه هي الازاحه؟ هي المسافه المقطوعه في اتجاه ثابت من موضع بدايه الحركه نحو الموضع النهائي. ففي مثال بيقول لك اذا تحركت انت 5 متر شمالا وزميلك 5 متر جنوبا، تعال نقارن ما بينك وبين زميلك، المسافه اللي انت اتحركتها والمسافه اللي اتحركها زميلك. انا اتحركت 5 متر، هو ايه اللي فوق؟ وزميلي برضه 5 متر. هنا ما حطيتش اتجاه لان المسافه كميه قياسيه، ما احطلهاش اتجاه. اما اللي بعدها بقى الازاحه، يبقى لازم هنا احط اتجاه، فهنا هكتب 5 متر شمالا وزميلي 5 متر جنوبا. ليه هنا حطيت شمالا وهنا حطيت جنوبا؟ لان انا هي بتكلم على الازاحه، والازاحه كميه متجهه لازم احط لها اتجاه. اختر الاجابه الصحيحه. الكميه الفيزيائيه التي يلزم لتعريفها تعريفا تاما معرفه المقدار والاتجاه، اتجاه يبقى كميه متجهه. وحدات قياس السرعه المتجهه زيها زي اي سرعه، يا متر لكل ثانيه يا كيلومتر لكل ساعه، يبقى متر لكل ثانيه. بقيه الدرس اكمل. المسافه المقطوعه في اتجاه ثابت وهي كميه متجهه، ده تعريف الازاحه لسه قايلينها. مقدار الازاحه في وحده الزمن هي كميه، وهي كميه متجهه تبقى السرعه المتجهه. ما احنا عندنا السرعه القياسيه مسافه على الزمن، اما السرعه المتجهه ازاحه على الزمن. الكميه التي يلزم لتحديدها معرفه المقدار فقط، طالما ما قاليش اتجاه يبقى الكميه الفيزيائيه القياسيه. اما الكميه التي يلزم تحديدها تحديدا تاما معرفه المقدار والاتجاه، هنا قال لي الاتجاه، يبقى الكميه الفيزيائيه المتجهه. مساله من اشهر مسائل الامتحانات وبتيجي كتير جدا. قطع متسابق 50 متر شمالا، يعني مش كده 50 متر، قال لك خلال 30 ثانيه، ثم 100 متر شرقا، يبقى مش كده 100 متر خلال 60 ثانيه، ثم 50 متر جنوبا، يعني هنا قال لك 50 متر خلال 10 ثانية. قال لك بقى ثم عاد رجع تاني خلال 40 ثانية. طلبة كتيرة بتقع في الحتة دي، ثم عاد ما قالكش الحتة دي بكام. انت لو بصيت هتلاقي ده مستطيل، يبقى الحتة دي برضو ب 100 متر. في طلبة بقى بتقع منها الحتة دي. قال لك ما طول المسافة اللي مشيها؟ 50 100 50 100، يبقى مجموعهم 300 متر. طب ما السرعة المتوسطة؟ أنا عندي قانون السرعة المتوسطة، عين شرطة بتساوي فيها على زين، المسافة كلها على الزمن كله. المسافة كلها جبناها ب 300، لو جمعنا الزمن هنلاقيه 140، فلما أقسم ال 300 على 140 هيطلع معايا 2.14 متر لكل ثانية. احسب الإزاحة، ده سؤال من الأسئلة المهمة جدا. احسب الإزاحة بتكون بصفر، إيه ده؟ ليه بصفر؟ لأن هو قال لك رجع لنقطة البداية تاني. واحنا عندنا سؤال امتى الازاحه تكون بصفر؟ لما تكون نقطه البدايه هي نفسها هي نقطه النهايه، فالازاحه هنا بتكون بصفر. مراجعه برضو على الوحده كلها كده، خلصنا مراجعه الدروس اللي موجوده في كتاب المدرسه، هنراجع مع بعض بقى تدريبات الوحده اللي موجوده برضو في كتاب المدرسه. وحدات قياس السرعه متر لكل ثانيه، واحد يقول لي يا مستر هي، اقول لك لا، النقطه دي في الفيزياء معناها فيه يعني متر في الثانيه، لا هي متر لكل ثانيه. طب ودي طبعا العجله مالناش دعوه بيها، فنختار طبعا متر لكل ثانيه. وحدات قياس العجله
هتكون متر لكل ثانيه تربيع. عندنا وحدات قياس العجله متر لكل ثانيه تربيع او كيلومتر لكل ساعه تربيع. الازاحه كميه فيزيائيه، وحده قياسها المتر. مقدار تغير سرعه جسم، سرعه تغير معناها ان هي عجله، احنا اتفقنا معنى كلمه عجله يعني تغيير سرعه، يبقى هنا نختار العجله. يكون الجسم متحرك بسرعه منتظمه، سرعه منتظمه يعني السرعه ما بتتغيرش، وطالما السرعه ما بتتغيرش تبقى العجله بتكون بصفر. يقال ان الجسم يتحرك بعجله منتظمه، عجله منتظمه، عجله يعني تغيير سرعه، طب يعني ايه منتظمه؟ يعني تزداد سرعته بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. العجله كميه فيزيائيه متجهه، طب يعني ايه متجهه؟ يعني لازم احط لها اتجاه. وحده قياس العجله متر لكل ثانيه تربيع طبعا، او كيلومتر لكل ساعه تربيع. طب علل ليه العجله كميه متجهه؟ لانه يلزم لتعريفها تعريفا تاما معرفه المقدار والاتجاه. مقدار التغير في السرعه، لسه بنقول تغيير سرعه يعني عجله. اي العلاقات البيانيه التاليه، سرعه وزمن بتوصف حركه جسم بسرعه ثابته. سرعه ثابته يعني سرعه منتظمه. قلنا السرعه المنتظمه لها شكلين، زين وعين، خط مستقيم افقي يوازي محور الزمن تبقى دي سرعه منتظمه، وخدناها من شويه زين وفه، خط مستقيم مائل كانت عامله كده بس لما كانت دي فه. سياره تتحرك في خط مستقيم قطعت مسافه كليه فه في زمن كلي زين، يبقى السرعه المتوسطه للسياره تحسب من علاقه عين شرطه بتساوي فيه على زين، ده قانون السرعه المتوسطه. اذا تحرك جسم من السكون تبقى عين واحد بصفر حتى بلغت سرعته 12 متر لكل ثانيه، يبقى عين 2 ب 12، بعد ثانيتين يبقى الزمن 2. فقال لك انا عايز التغير في سرعه الجسم بعد ثانيتين، يعني بعد ثانيتين سرعته وصلت كام؟ 12. طب لو عايز العجله لسه قايلين قانون العجله، عين 2 ناقص عين 1 على زين تبقى 12 ناقص 0 على الزمن ب 2، يبقى 12 ناقص 0 على 2 تطلع ب 6 متر لكل ثانيه تربيع. سياره خاصه تستطيع التحرك من السكون يبقى عين 1 بصفر، وصلت سرعتها ل 25 متر لكل ثانيه يبقى دي عين 2 والزمن ب 10 ثواني. عايز العجله ج عين 2 ناقص عين 1 على زين يبقى 25 ناقص 0 على 10، 25 ناقص 0 على 10 تطلع ب 2.5 متر لكل ثانيه تربيع، اوعى تنسى التربيع لان هي دي وحده قياس العجله. هنا مقارنه ما بين دراجه وما بين سياره، قال لك الاثنين عايزين نحسب العجله بتاع ده والعجله بتاع ده. مفيش مشكله خالص، هنبدا بالسياره مثلا. قال لك هنا تحركت ج عين 2 ناقص عين 1 على زين، عايز العجل هنا والعجله هنا. قال لك تحركت من 25 متر، يعني كانت ب 20 وبقت 25، يبقى دي عين 1 ودي عين 2 خلال 2.5 ثانيه، يبقى 25 ناقص 20 على 2.5 تطلع معايا ب 2 متر لكل ثانيه تربيع. طب والثانيه برضو عين 2 ناقص عين 1 على زين، طيب عين 2 عندنا بكام؟ قال لك هنا تحركت من السكون وبقت 5، يبقى هنا عين 2 ب 5 وعين 1 بصفر، يبقى 5 ناقص 0 على 2.5 تطلع ب 2 متر لكل ثانيه تربيع. اخر سؤال عندنا جدول بيقول لك اكمل، بيعتمد على القانون اللي بيقول عين بتساوي فيها على زين. احنا اللي هيطلبه مننا بنخبيه بصبعنا، يعني هنا طلب عين تبقى فيها على زين، يبقى 100 على 5 فيها ال 20. اللي بعديها هنا طالب فيه، فيه اخباها بصباعي تبقى عين في زين، يبقى 5 في 10 ب 50. اللي بعديها طالب زين تبقى فيه على عين، يبقى 96 على 8 تطلع معايا ب 12. ودي كانت مراجعه كل اسئله كتاب المدرسه على الوحده الاولى، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الوحده الثانيه. السلام عليكم. 13 دقيقه.